السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد. لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. اليوم جبت لكم وصفة البطاطا في الطاجين بالسردي. إليكم المقادير، نبدأ على بركة الله. هنا عندي حبة بصل قطعتها شرائح رقيقة، وعندي ملعقة طماطم تاع العلب، وشوية طماطيس من الأخرى راني حكيتها، هذه صانعتها وراحيتها وصانعتها دستها في الكونجيلاتور. وهنا عندي التوابل، عندي توابل تاع السمك والفلفل الاحمر هو البابريكا والكركم والفلفل الاسود. وهنا عندي معدنوس مجفف والملح. وهنا عندي بطاطا 3 حبات ولا 4 حبات على حسب افراد العائله، قطعتها الى قطع رقوها الى دوائر. بسم الله. هنا عندي نحطوا التوابل، هنا في ريسيبيون نحطوا التوابل. عندي قلت لك في البابريكا والتوابل تاع السمك، فلفل اسود والكركم. نحطوا ملعقه تاع ملح، وهنا نحطوا ملعقه تاع طماطم تاع العلب، شويه من الاخرى راني راحيتها صانعتها. نديروا شويه قد 3 مغارف تاع زيت، نخلطوا هادو. وهنا عندي معدنوس مجفف، نزيدوا هاد الحبه تاع البصل. نخلطوها مليح، نخلطوا تاع التوابل، نخلطوهم مع هذا البصل. نزيدوا معاها 1/2 كاس تاع ماء، نخلطوا هذا البصل باه يدير نكهه تاع التوابل. هنا عندي طاجين، نحط فيه هذا البصل، نحطو هنايا ثاني البطاطا، نكوها بهاد التوابل. هذا الطبق يجي ولا اروع. هذا الطبق كانت ديره امي الله يرحمها، الله يوسعها عليها في ديك الرقده، ربي يرحم كاع جميع المسلمين. ستف في هذه البطاطا، في البطاطا هنا كاع في الطاجين. وهنا نستف هاد السردين تاعي، نستفها كاع هاكا. هذا السردي الثاني راه فيه التوابل تاع السمك وفيه الفلفل الاحمر والفلفل الاسود والملح، كاع التوابل اللي درتهم في البطاطا درتهم في السمك. يعطي نكهة ولا اروع، ان شاء الله تجربوه، ان شاء الله يعجبكم. كميه قليله تاع السمك تطلق لكم بنه شابه. وهنا عندي فلفل احمر، فلفل حلو احمر نشبح به، نحطه عشوائيا. وهذا الطبق توجديه بسرعه،
ديره على النار ونقص عليه، ندير النار هادئه نقصو عليه. نزيد عليه هذاك نزيد هكا زوج بغارف تاع ما ولا نزيد نحط هنايا هذا المرق اللي بقالي نزيد نحطه نغطيه ونديره على نار هادئه. نزيد ندير له شويه معدنوس هذاك اللي بقالي، معدنوس هذا مجفف عندي يتباع عند هذاك العطار اللي يبيعوا التوابل، عندها المعدنوس مجفف والقزبر مجفف. ندير عليه الخطان دوك نحطها على نار هادئه ومن بعد نرجع لكم نشوفوا الطاجين تاعنا في طاوله على الطاوله. طاجين البطاطا بالسردين جاي شهي شهيتكم في الجنه بالصحه والراحه، والى الملتقى في وصفه اخرى ان شاء الله.